ويسرنا أن ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مكة المكرمة عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. أهلا بك فضيلة الشيخ معنا في نشرة الثالثة. إذا اليوم هو يعني يؤدي الحجاج الركن الأعظم في الحج، وقد توافدوا منذ الصباح الباكر في على صعيد عرفات، وبالاستعداد الآن ساعات تفصلنا إلى النفير إلى مزدلفة. بداية الشيخ تضعنا في هذا المشهد وتطمئننا أيضا على وضع الحجاج البحرينيين هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا لاهتمام وزارة الإعلام بأخبار حجاج مملكة البحرين، ويسرني بداية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أرفع باسمي وباسم أعضاء بعثة مملكة البحرين الحج وباسم حجاج مملكة البحرين من هذه الرحاب الطاهرة من مكة المكرمة وعلى صعيد عرفات، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد حفظهم الله، وإلى شعب البحرين الكريم، سائل الله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالأمن والإيمان والتوفيق لما يحب ويرضى. وأحب أن أطمئن الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات بأن حجاج مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين بخير وبصحة طيبة، وذلك بحسب المتابعة والتقارير اليومية التي ترد إلي. واليوم بحمد الله يقف الحجاج بعرفات، ويتواجد حجاجنا في خيامهم المخصصة لهم، حيث تم إعداد مخيم البعثة والذي يضم عيادة طبية لعلاج من يحتاج للعلاج، وأيضا هناك مجلس لاستقبال الحجاج. وأيضا البعثة تحرص على متابعة أداء الحملات والاطمئنان على تقديم الخدمات اللازمة للحجاج من خلال فرق العمل واللجان الإدارية والطبية والأمنية والكشفية والإعلامية والتفتيش والتقييم الصحي، كل هذا طبعا من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاجنا من المواطنين والمقيمين بناء على توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله في اتخاذ كل ما من شأنه تحقيق راحة الحجاج وتذليل العقبات والصعاب أمامهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم. لا يفوتني أن أشيد أيضا بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقدمه في الحقيقة من جهود جبارة وتسهيلات ومشاريع تطويرية في مكة والمدينة والمشاعر خدمة وتيسيرا لحجاج بيت الله الحرام وحفظا لأمنهم وأمانهم وسلامتهم. طبعا في هذا اليوم بعد الانتهاء إن شاء الله من الوقوف بعرفات يتوجه الحجاج بإذن الله وينفرون إلى مزدلفة ثم إلى منى لإتمام مناسك حجهم، ومنهم من يمكث في منى حتى اليوم 13 من ذي الحجة، ومنهم من يتعجل وينتهي من المناسك في اليوم 12، وإن شاء الله بعد ذلك تبدأ حملات الحجاج بالرجوع إلى البلاد. ختاما أسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحمل هذه المسؤولية وتقديم أفضل الخدمات لحجاجنا، كما أسأله سبحانه أن يتقبل من الحجاج حجهم ويغفر ذنبهم ويردهم إن شاء الله إلى البلاد سالمين غانمين. شكرا جزيلا. اللهم أمين. من مكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، شكرا جزيلا لك.